سلام، كل ما بغيت نقول شكرا للناس اللي صيفطولي في الانستغرام وفي تيك توك وفي كل موقع. صراحه كيجي واحد الاحساس مزيان والناس تكون ما كتعرفهمش وكيصيفطوا لك دي ميساج مزيانين ويقولوا لك هادشي مزيان. شكرا بزاف بزاف. وحيت عجبكم مره اخرى داكشي اللي نزلت، عاود جيت اليوم باش نشارك معكم هاد لا كوموند اللي فيها جوج هادي وواحده اخرى. كوموند بنيتها طلبت مني نعمل هذا البيرسوناج هذا فواحد الفيلم، وعملت له في هذا التوش باك اللي هو اللون ديالو ماشي بياض، بلون كاسي ما عرفتش كيقول بالعربيه، وعملت له وطبعا فيه الالوان بزاف. انا استمتعت بالالوان حيت انا كيعجبني نرسم بالالوان بزاف، حيت انا في الاصل كرسم لي تابلو وعندي بزاف كرسم في لي تابلو في المخيط يعني الوسادات وفي بزاف الحاجات في اللباس التقليدي، وبغيت نشارك معكم هذه ونوريها لكم حيت عجبتني بزاف، عجبوني الالوان ودعتوني حتى نتوما رايكم فيها. كنرسم وانا كنت كنتفرج في نفس الوقت، وصراحه ما شفتش التليفون تطفى يعني مشات واحد الايطاف كبير ديك الورد اللي رسمت، فحق قلت واخا ماشي مشكل نشوفوا الباقي. هي كانت قالت لي حتى هي نكتب لها اسمها لينا، وكنت كنحاول نعمل شي ديزاين مزيون وخرج لي هيدا. تعطوني رايكم واش مزيون. كملت وفي دائما صورت قريبه باش تشوفوا الالوان وكيف جات وكيف جا الاسم لينا. صراحه كيعجبني هذا الاسم لينا. وهذه الثانيه، الثانيه صراحه بنيتها صيفطت لي واحد الفراشه، قالت اختار رسم لها فراشه واحد لافراز بحال الجمله. الحق انا الفراشه اللي صيفطت لي ما جاتني ما فيهاش بزاف ديال الديتاي عليها، زدت عملت لها شويه الابداع من عندي. انا عمري ما نقدر نعمل حاجه، خصني دائما نزيد من عندي. خرجت لي هيدا وتنكملوا وتشوفوها تقولوا لي رايكم. نفس المنظر، مش تطفى التليفون ما تشوفوش كملت الباقي. هنا حسيت ناقصة شي حاجة مع اللون الكحل، وزيت له واحد شوش ذهب. Thank you.
بغيت نوريكم الفرق بين اللي صيفطت لي هي خاصه واللي عملت لها انا في الاخر. طبعا عجباتها بزاف وصافي. بغيت نقول لك الا وصلتي معايا حتى لهنايا بغيت نقول لك شكرا حيت تبعتيني حتى الاخر. باي.